كشفت تقارير صحفيه ايطاليه عن السبب الرئيسي الذي دفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى تغيير وجهته من مانشستر سيتي الانجليزي الى جاره مانشستر يونايتد وقالت صحيفه لا الايطاليه ان بيب غوارديولا اتصل بكريستيانو رونالدو قبيل سويعات من موافقته النهائيه على الانتقال لمانشستر سيتي ودعاه إلى الفريق وأضافت ذات الصحيفة أن المكالمة يبدو أنها لم ترق للدون رونالدو ولم تكن ودية بما فيه الكفاية وفي التفاصيل بحسب الصحيفة فإن غوارديولا قال لرونالدو إذا استطعت القدوم إلينا فإننا أنا وأنت سنحاول أن نتعايش مع بعضنا البعض، ولكني لن أستطيع أن أضمن لك كل شيء. رونالدو لم يعتد على مثل هذا التعامل حتى ولو كان من المبدع غوارديولا. يشار إلى أن النجم البرتغالي إنتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس رغم أن المؤشرات كانت ترجح انتقاله إلى فريق السيتي